نتاعك لبطولة السيزون هذه للسي اس اس اللي احتل المركز الثالث ومش يشارك في كاس الكاف بعد ما كان الهدف هو الفوز باللقب؟ نقول لك هذا الاوبجيكتيف اللي حابين عليه ما وصلنا لهش اللي هو التيتر والديزيام بلاس. الحمد لله السنه كان باركور باي، مي باش نقول لك باش نقول لك وصلنا الاوبجيكتيف تاعنا ما وصلناش. اول حاجه نطلب السماح من الجمهور اللي بالرسمي السنه مشى معنا برشا، ان شاء الله العام الجاي خير، ان شاء الله نصلحوا غلطنا اللي غلطناهم السنه، العام الجاي ما تصيرش. وكا باش نحكيو على بيبليك سي اس اس السنه؟ نقول لك هذول بيبليك سي اس اس ثاني، قلت لك السنه هذول اللي داز معنا للاخر كما قلت لك، ان شاء الله يسامحونا خاطر اخر العام ما فرحناهوش. مي كما قلت لك انا واحد من الناس مانيش راضي على نقولوا نحن الفينيش نتاع الشامبيون كان خايب الحقيقه، مي هذيك هي الكره هذول اللي لازمنا نظهروا الاغلاط اللي عملناهم صحيح لازمنا نصلحوهم، وان شاء الله العام الجاي يكون خير ان شاء الله.